طبعا كلنا عارفين ان الاسماء في اللغه العربيه ممكن تكون مفرد او مثنى او جمع. مفرد زي ولد والمثنى منها ولدان او ولدين والجمع اولاد، وكذلك بنت المثنى بنتان او بنتين والجمع بنات. طيب انا بوضح لكم ليه دي، علشان اقول لكم ان في الانجليش مفيش مكان للمثنى، فقط عندنا اسماء مفردة واسماء جمع، مفيش مثنى. ودرس النهاردة هنتناول بالتفصيل ازاي نحول الاسم من مفرد لجمع في اللغة الانجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم احمد مكاو من انجليش ستارت. وقبل ما نبدأ درس النهاردة، لو انت ما تعرفش الفرق بين الاسم والفعل وباقي اقسام الكلام، فضروري تشوف الفيديو ده، هتلاقيه موجود في قسم القواعد على القناة. وكمان الفيديو ده هيفيدك جدا، لأننا بنتكلم النهاردة عن الاسم الجمع. وزي ما كلنا عارفين، القاعدة العامة في تحويل الاسم المفرد لجمع هي إضافة إس. هنكتب هنا singular noun اسم مفرد، وهنا هنحوله لplural noun اسم جمع. ودرستوا معايا قبل كده إن الاسم ممكن يكون اسم الإنسان زي student طالب أو طالبة، أو اسم الحيوان زي dog، أو اسم الجماد زي book، أو اسم مجرد غير مادي زي idea فكرة. وعشان نحولهم لجمع الموضوع بسيط جدا، student students، dog dogs، book books، idea ideas. نشوفهم في جمل examples. It is a tree. They are trees. طبعا واضح ان tree singular مفرد و trees جمع. دي القاعدة العامة اللي تقريبا الكل عارفها. لكن لو الاسم منتهي بأحد الحروف دي s sh ch x or z او z، هنضيف ES. طيب إيش معنى الحروف دي؟ السر يكمن في الأصوات للحروف دي وليس الحروف نفسها. ودايما بقول لكم إن إحنا بنتعامل في اللغة مع الأصوات وليس الحروف. حاول تنطق الأصوات دي معايا وركز كده في المخرج الفم. لاحظت حاجة؟ أيوة، كلهم قريبين من مخرج واحد في الفم، علشان كده لو هضيف اس فقط بعدهم هيكون صعب جدا ننطقهم، زي حرف السين والشين صعب جدا تنطقهم ورا بعض بدون فاصل. عشان كده احنا هنضيف اي، هتكون بمثابة الفاصل بين الاصوات دي وصوت الس اللي بعدهم علشان تعرف تنطقها بشكل سليم. فكلمة باص الجمع باسز، لاحظت في فاصل بين اس الكلمة نفسها واس الجمع؟ buses، dish dishes، beach beaches، box boxes، quiz اختبار quizzes. لاحظ ان بعض الكلمات المنتهية بz عند اضافة الes نعمل double لحرف الz. stomach stomachs. ثواني يا مستر، انت غلطت وضفت حرف اس فقط بدال الاي اس. ايوه كويس انك مركز معايا، لكن في الحقيقه انا ما نسيتش حرف الاي. ارجع معايا كده لاول الكلام، قلت لك ما بنتعاملش مع الحروف، بنتعامل مع الاصوات. تمام شاطر. وصوت السي اتش في كلمه ستومك نطق ك ك وليس تش، وبكده نضيف اس فقط عادي جدا stomachs. شفت بسيطة ازاي؟ لكن لو الاسم منتهي ب او حرف الاو فده محتاج تركيز شوية، لانه غلس شوية ولو اكتر من حالة، بس مع بعض ان شاء الله هنعرفهم بسهولة. اولا لو حرف الاو يسبقه vowel يعني حرف علة، وحروف العلة زي ما خدناهم قبل كده هما a e i O and U على شكل face، وجه علشان ما ننساهمش.
أيوة، لو الـ أو يسبقه فاول إلا هيحصل، هنضيف إس فقط. نشوف أمثلة. كلمة زي video آخرها O وقبل الـ O في فاول اللي هو الـ E. فلو حبيت تضيف ES هتلاقي في 3 vowels in a row، 3 حروف علة ورا بعض، E و O و E، هيكون نطقهم صعب جدا. علشان كده هنضيف S فقط. video videos، وكذلك stereo stereos، radio radios، studio studios، zoo zoos، kangaroo kangaroos. تمام. ثانيا، لو حرف الـ O يسبقه consonant يعني حرف ساكن، أو بمعنى أصح صوت ساكن، نضيف ES. شوف الأسماء دي معايا: echo hero tomato potato. طبعا لاحظت أن كلهم نهايتهم حرف O ويسبقه حرف ساكن أو صوت ساكن، وبكده نضيف ES عند جمعهم: echo echoes، hero heroes، tomato or tomato tomatoes، potato potatoes. لكن لكل قاعدة شواذ. وقلت لك ان حرف الـ O رخم شوية في موضوع الجمع علشان فيه exceptions، استثناءات، يعني لا ينطبق عليهم الكلام اللي فوق ده، مثل piano pianos، photo photos، memo memos، logo logos. وكمان في كلمات تقدر تجمعها بطريقتين بإضافة S أو ES، زي mango mangoes أو mangoes، volcano volcanoes أو volcanoes. طيب الاستثناءات دي بتطلع ليه أو جات ليه؟ ده بيكون لها أكثر من سبب. أولا ممكن تكون كلمات مأخوذة من لغات تانية، أو ممكن يكون الكلمات دي هي أصلا اختصارات، أو بسبب تطور اللغة نفسه. فما ترهقش نفسك قوي، بس حاول تركز عليهم وتحفظهم زي ما هم كده. كده خلصنا من حرف الـ O الرخم. دلوقتي هنروح لحرف الـ Y، وده طيب. فلو الاسم منتهي بـ Y في حالتين: الحالة الأولى لو الـ Y يسبقه vowel، أو لو الـ Y يسبقه consonant. نشوف أمثلة على كلمات منتهية بـ Y ويسبقه vowel: day boy guy kidney. لاحظ أن كلهم آخرهم Y ويسبقهم vowel، وفي الحالة دي هنضيف S فقط: day days boy boys guy guys kidney kidneys. لكن لو حرف الواي يسبقه consonant زي الكلمات دي: baby party family country، جميع الكلمات تنتهي بواي ويسبقها consonant حرف ساكن أو صوت ساكن. إيه اللي هيحصل هنا؟ هنقلب حرف الواي لـ I، لأن لو لاحظت هتلاقي حرف الواي في baby يشبه نطق حرف الـ I، وبعدين نضيف ES فتكون babies، وكذلك party نقلب الواي لـ I parties ونضيف ES، family families، country countries. شفت حرف الواي سهل ازاي؟ النقطة اللي بعد كده بتقول لو الاسم منتهي بـ F أو FE يقلب حرف الـ F لـ V ونضيف ES. نشوف أمثلة: wolf ذئب. علشان نحولها الجمع هنقلب الـ F لـ V فتكون wolf ونضيف ES wolves، shelf رف shelves أرفف، leaf leaves، wife زوجة wives زوجات، knife
الكي سايلنت في كلمة نايف. knives. life حياة. lives حيوات. لكن برضو زي ما اتفقنا لكل قاعدة شواذ، لذلك هناك exceptions استثناءات، يعني لا ينطبق عليهم القاعدة دي، مثل roof roofs، chef chefs، chief chiefs، cliff cliffs، belief معتقد، beliefs معتقدات، safe saves. كده خلصنا كلام عن حرف الاس في الجمع. اما الاسماء اللي هنشوفهم دلوقتي فدول ما لهمش علاقه باس الجمع خالص، ولا يخضعوا للقاعده باي شكل، ولكن يجب حفظهم، وده لانهم irregular nouns، اسماء غير منتظمه لا تجمع باضافه اس. ودي هنقسمهم نوعين، اسماء تتغير واسماء لا تتغير. يعني ايه تتغير او لا تتغير؟ هنعرف دلوقتي من الامثله. كلمه زي man، علشان اجمعها هتكون من. لاحظت حرف الA تغير لE في الجمع؟ هو ده اللي نقصده بمعنى تتغير، اي تتغير بعض حروف الكلمه او الكلمه كامله. والاسماء دي ملهاش قاعده، فيجب حفظهم كما هم. woman women، لاحظ نطق كلمة women في الجمع. المقطع الأول و في المفرد، لكن في الجمع we women. child طفل، الجمع children. foot قدم، الجمع feet أقدام. goose أوز، geese ox oxen ثور ثيران. ماوس فأر، مايس فئران. دي كانت بعض الأسماء التي تتغير في الجمع ولا تخضع للقاعدة. لكن بعض الأسماء ريحتنا جدا إن هي ما بتتغيرش خالص، زي فيش جمعها فيش، شيب اللي هي خروف جمعها شيب غنم، دير غزال دير غزلان، aircraft aircraft طائرة أو مركبة طائرة، means means وسيلة وسائل، series series سلسلة، مش سلسلة بتتلبس يعني سلسلة كتب، مسلسل سلسلة حلقات، وهكذا. species or species يعني نوع أو سلالة. وزي ما اتفقنا الكلمات دي أو الأسماء دي لازم تحفظ كما هي، لا تخضع لقاعدة. آخر ملحوظة في درس النهاردة، وهي هناك أسماء دائما تعامل معاملة الجمع في اللغة الإنجليزية، مثل trousers بنطلون، pants برضو بنطلون، jeans اللي هو الجينز، shorts، glasses، scissors. الكلمات دي دايما تعامل معاملة الجمع، ويمكن إفرادها في حالة معينة لا داعي لذكرها في الدرس ده دلوقتي، إن شاء الله في دروس قادمة. وقبل ما أروح عاوزك تحل التاسك الخفيف ده علشان يبين مدى فهمك للدرس. Change each of the singular nouns below into plural nouns. غير الكلمات المفردة اللي بين أقواس إلى جمع علشان تكون الجملة صحيحة. في الحقيقة أنا اتعمدت إن معظم الكلمات تكون جديدة أو ما ذكرتهاش في درس النهاردة، فحاول تختبر نفسك وتحلها، وأي كلمة متعرفهاش ممكن تدور عليها في القاموس. تذكر دايما المعلومة اللي بذلت مجهود علشان تعرفها وتفهمها بتثبت أكتر في مخك، وبيكون صعب تنساها عن المعلومة اللي بتاخدها على الجاهز. اكتبوا لي طبعا الإجابات في التعليقات وأنا هرد عليكم. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. Thank you so much for watching my video. I hope you enjoyed it. وإن شاء الله انتظروني في الفيديو اللي جاي، ولو عجبك الفيديو حسيت إنك طلعت منه معلومة جديدة ادعمني بلايك ومشاركة للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة على اليوتيوب علشان تشوف باقي الفيديوهات، وهستنى تعليقاتكم تقولولي إيه رأيكم في الفيديو.
دمتم بخير.